اهلا بكم مره تانية. واحنا بنفتش النهارده في الجرايد اللي طالعه بكره ان شاء الله، لقينا برضو ان لسه في استمرار للتقارير والاخبار المنشوره عن خناقات وتصريحات غريبه جدا بتصدر من النواب، او في شويه عك وخناقات كده ما بين الاحزاب وبعضها. قلنا هنناقشها ازاي، لقينا نفسنا تقريبا نقول كلام قريب جدا من بتاع امبارح، لانه نفس الازمه لسه هي. فقررنا ان احنا نروح ونسال نفسنا سؤال، تفتكروا لو الكاتب المبدع الاستاذ اسامه انور عكاشه رحمه الله عليه خرج من قبره دلوقتي وجبنا له الجرايد دي حطيناها قدامه، هيقول ايه على البرلمان وتشكيله مجلس النواب الحاليه والخناقات اللي موجوده بين الاحزاب والمناوشات والشتائم والتهديدات اللي حصلت حتى قبل الجلسه الاولى لمجلس النواب ما تنعقد؟ لو عاوز تعرف ركز معانا في الجزء اللي جاي ده. فاكرين مسلسل ارابيسك؟ حسن ارابيسك؟ فاكرين الفيلا اللي كان حسن بيبنيها للبروفيسور برهان صدقي اللي هو كان الفنان كرم مطاوع؟ المسلسل ده كان من تاليف الكاتب الكبير اسامه انور عكاشه. يعني مسلسل بجد مش تهريج. يعني كل كلمه وكل اسم وكل حرف ليه معنى ومغزى. يعني الفن المنقوش بصدق والمكتوب بمعلمه علشان يعالج المشاكل اللي في البلد دي. اللي ما عندناش زي دلوقتي بالمناسبه. في ارابيسك الفيلا اللي كان حسن النعماني، حسن ارابيسك، راح يبنيها للبروفيسور برهان والدكتوره ممتاز، كانت فيلا رمز لمصر. ودي لعبه العظيم الراحل اسامه انور عكاشه دايما. برهان صدقي العالم اللي كان عايش بره، الفذ العظيم، رجع مصر وكان عاوز هو والدكتوره ممتاز يعملوا فيلا فيها كل حته، كل حته من الفيلا دي تعكس حته من تاريخ مصر. كان تعب حسن ارابيسكي قوي، يقول له انا عاوز حته فرعوني وحته عربي اسلامي وحته روماني. لكن اكتشفوا هما بيشتغلوا ان كل ده ما ينفعش يتحط جنب بعضه. ليه؟ علشان ما ينفعش تحط هويات مش متجانسه. عدم تجانس المعمار بيعكس برضو عدم تجانس الافكار، وعدم تجانس الافكار يوقع البنى مع اول زلزال، وده اللي حصل للفيلا اللي كانت موجوده في ارابيسك. اسامه انور عكاشه كتبها في بدايه التسعينات، وكان بيحكي عن عصر مبارك اللي الهويات فيه تداخلت. مصر هويتها بقت مسخه، ما عندهاش هويه في الوقت ده، ومفيش قرار ان يبقى لها هويه او شخصيه بعينها. كان كل الاحساس اللي موجود في التسعينات ان احنا شخصيتنا بتضيع، ومفيش قرار ان احنا يبقى عندنا شخصيه تحسسك بالانتماء لمصر زي ما كان موجود في عصر عبد الناصر وزي ما عمل السادات من بعديه. واللي يتابع اسامه انور عكاشه كويس هيعرف انه بيلعب اللعبه دايما في مسلسلاته. تعال افكركم، مسلسل الرايه البيضاء، فضل مع الداوي، هات الخنزيره يا حمو، الحته اللي انتوا فاكرينها دي، فضل مع الداوي المعلمه بتتخانق فيها مع الدبلوماسي السفير المثقف الدكتور مفيد ابو الغار على الفيلا بتاعته اللي هو الفنان جميل رادة. الفيلا برضو دي في الرايه البيضاء كانت رمز لمصر. الدكتور مفيد عايز الفيلا تفضل مش علشان معاهوش فلوس ولا مش عارف يسكن فين، لا، علشان هي عريقه واثريه وانيقه وبتعكس مرحله مهمه من تاريخ مصر. مفيد عايز هذه المرحله شامخه وجميله كدبلوماسي خدم في الخارجيه وقت عبد الناصر وكمثقف وطني وراجل محب للجمال والتذوق. بينما المعلمه فضل مع الداوي اللي كانت رمز الاثرياء الانفتاح وتجار الفتره المشبوهه اللي الفلوس نزلت عليهم فجاه، كانت عايزه تهد الفيلا وتبني مكانها برج قبيح بس هيجيب فلوس. الصراع ما بين مفيد وفضه في الرايه البيضاء ما كانش صراع على مجرد حيطان. كان ممكن الدكتور مفيد يسكن في فيلا احسن، وممكن المعلمه فضه تبني اي عماره في اي مكان هي عاوزاه في اسكندريه. لكن كل حد كان متمسك بهذه الفيلا علشان بيتخانق على الهويه، هويه مصر. مفيد وامثاله عاوزين شخصيه ثقافيه تراثيه للهويه المصريه، والمعلمه فضه عاوزه عماره برج يجيب فلوس وخلاص. اسامه انور عكاشه الله يرحمه كان بيلعب لعبه الرمزيه دي بمنتهى الاتقان والمعلمه الحقيقه. واحنا النهارده لما بنفتكر نموذج ارابيسكا والرايه البيضاء بنفتكره علشان نقول لك انه لو اسامه انور عكاشه بص على التقارير بتاعت الاخبار هقول لك ان مشكلتنا دلوقتي ان في اكتر من هويه جنب بعض.
في اكتر من طرف جنب بعض، كل واحد فيهم شايف مصر بصوره غير التاني. والحاجات دي لما بتتخانق لا تحافظ ابدا على الوطن. ناس عاوزينه يرجع قبل 25، وناس عاوزينه يبقى اللي مش عارف مين، وناس عاوزينه للشتيمه، وناس عاوزينه اللي مش عارف مين. الشخصيه والحضاره المصريه تقدر تهدم كل حاجه وتعيد انتاجها زي ما حصل مع العوني والروماني والقبطي وكل حاجه. لكن ما ينفعش تخلي هويتين يتصارعوا جنب بعض سياسيا في وقت واحد وبنيان واحد، سواء حزب او برلمان. ما ينفعش الحكومه بتاعتنا يبقى فيها وزراء يمين ووزراء يسار، والاتنين بيلعبوا في نفس الاختصاص وفي نفس المشروع، وكل واحد فيهم عاوز يسوق البلد لحتة شكل، هتتمزع البلد ما بينهم. ما ينفعش مجلس الشعب بتاعك، مجلس النواب حاليا، يبقى مليان ناس ما ينفعش تحط جنب بعض، مش عارفين يشتغلوا مع بعض، وبقالهم 9 شهور قعدوا هم في الأحزاب يحاولوا يطلعوا قايمة واحدة وموحدة مصطفى متوافقة، معرفوش. ولما دخلوا البرلمان بعد ما كانوا متفقين على الائتلاف بيتخانقوا. ما ينفعش تحط الحلنجي جنب القانوني، جنب الشاب، جنب المكافح، جنب الفلول. ما ينفعش، عارف ليه؟ لأن النوايا مش خالصة. نوايا الناس دي مش خالصة. لو الناس دي نوايا خالصة ما كانتش شتمت بعض وهددت بعض وابتزت بعض، زي ما بنشوف في التقارير والأخبار. لكن ينفع تحطهم كلهم جنب بعض؟ لو النية خالصة، لو الهدف واحد، لو متفقين على إننا هنختلف في الطريقة، بس مش هنختلف على الطريق اللي هو بنى البلد دي. لو الغرض والنية خالصة إن إحنا نرسى سوا على بر أمان بهذا الوطن، حطهم جنب بعض. لكن واضح من الأخبار اللي عمالين بنشوفها كل يوم دي إن الغرض والنية مش خالصة، إن الغرض هو خناقة على مين اللي هيسوق المركب. فيفضلوا يتخانقوا فوق المركب لحد ما الدفة تتكسر في ايد حد فيهم. نشوفكم بعد الفاصل.